وردت أنباء عن مقتل أحد المتظاهرين من 6 إبريل في كفر الشيخ. معانا على التليفون أستاذ خالد القصاص الصحفي. أهلا بحضرتك أستاذ خالد. أهلا بحضرتك يا فندم. خالد القصاص. لا، من حركة 6 إبريل. أنا آسفة جدا، أنا آسفة جدا، أنا آسفة، ما سمعت، ما كنتش سامعة أستاذ خالد القصاص. هل فعلا يا استاذ نصر؟ والله ما عارفه اسمع، يعني ارجوك استاذ خالد القصاص، هل صحيح الخبر ده مؤكد ولا غير مؤكد؟ هو خبر الوفاه، الشاب اتنقل للمستشفى في طنطا، مستشفى طنطا الجامعي، تمام، باصابه كسر في الجمجمه، كسر في قاع الجمجمه، تمام، وهو بين ايدي ربنا دلوقتي. الخبر ليس مؤكد تاكيدا تاما. يعني خليني اعيد صياغه الخبر يا استاذ خالد. نقل احد اعضاء 6 ابريل مصابا باصابه أخو خطيره. هو عضو معانا مقبوض عليه، اخو العضو احمد زكي المقبوض عليه من قبل الداخليه، ماشي، اللي شاف اخوه وهو بيتضرب بالطبنجه على راسه. وهما الاثنين كانوا في المسيره اللي كانت متجهه لميدان المحافظه، للدوران بتاع المحافظه. هو يعني شخصيا إيه؟ هو شخصيا اسمه ايه يا استاذ خالد؟ عادل زكي. يعني اذا بتقول عادل زكي بين الحياه والموت في مستشفى طنطا الجامعي في كفر الشيخ في الاشتباكات مع الامن. في الاشتباكات مع الامن، تمام، بس هم لم يشتبكوا. هم لم يشتبكوا، الامن اللي تعدى عليهم. ونحمل الداخليه ما حدث له. طيب ده كان في محيط المحافظة ولا كان في مكان آخر؟ اشرح لي أكتر يا أستاذ خالد. المحافظة، ما كانش في محيط المحافظة، دوران المحافظة. ميدان عندنا اسمه ميدان المحافظة، ميدان دوران المحافظة، الميدان اللي الشباب بيتجمع فيه. يعني ما كانش في عند أسوار ديوان المحافظة خالص. لا يا فندم، لا. طب والمشهد إيه؟ يعني إيه اللي حصل وأدى إلى إصابته يا أستاذ خالد، لو كان عندك معلومة؟ حضرتك الداخلية اتعرضت للناس في الشارع، وبدأت تطلق عليهم قنابل مسيلة للدماء للدموع، وبدأوا يجروا وراهم بالمدرعات. في أربعة اختفوا من المسيرة، منهم عضو من عندنا اللي هو أخوه اللي دلوقتي بين الحياة والموت. وضرب وسحل في الشارع حضرتك من قبل الداخلية. ده حصل من قد إيه يا أستاذ خالد؟ الكلام ده حضرتك من بعد صلاة الجمعة شغال لحد دلوقتي. لا أنا قصدي الإصابة، إصابة عادل. عادل بعد المغرب. إذا تعرض أحد أعضاء حركة 6 إبريل لإصابة قاتلة أو قد تعرضه للقتل، انتقل بكسر في الجمجمة إلى مستشفى طنطا الجامعي. صرح بذلك أستاذ خالد القصاص منسق حركة 6 إبريل في كفر الشيخ، مؤكدا أنه عادل زكي أخو أحمد زكي اللي أخذ أيضا من قبل رجال الأمن وضرب، أكد أنه ما كانش في محيط أو ما كانش أمام ديوان المحافظة، إنما كان في دوران أو أحد الميادين في كفر الشيخ، دوران المحافظة. نتواصل معكم لمعرفة أخبار أكثر وللتأكد من الحالة الصحية لعادل زكي من حركة 6 إبريل في كفر الشيخ، أحد المحافظات اللي شهدت تصعيدا في الأحداث منذ 25 يناير الماضي. وكما قيل لنا في مداخلة سابقة أن المظاهرات في كفر الشيخ جزء كبير منها ينصب على المحافظ كما ينصب على النظام السياسي. بعد الفاصل هنتواصل مع حضراتكم أكثر بالصورة والخبر والمعلومة.